ولما ينزل قرية يقول اللهم رب السماوات السبع وما أظلن، ورب الأراضين السبع وما أقلن، رب الرياح وما ذرين، ورب الشياطين وما أغوين. رب. وفي سيد الاستغفار قل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. ومن اللطائف أنني جلست يوما مع هذه التأملات، هذه بثثتها يوما لشيخنا الجليل الفقيه سعيد بن محمد الحارثي رحمه الله. قلت للشيخ لما نقرأ القرآن نجد أن اسم الرب هو الشائع عند الدعاء والضراعة، وأنه ما دعا الله في القرآن داع باسم الرب إلا أجاب، حتى الشيطان ما دعا الله داع باسم الرب إلا أجابه، حتى الشيطان قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وزكريا دعا بهذا الاسم أن يرزقه الله الولد هو امرأة عاقر وهو بلغ من الكبر عتيا، ما كذا؟ قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فإيش صار؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وإبراهيم لما بلغ عمره 80 سنة، لما كان عمره 80 سنة كان يقول ربي هب لي من الصالحين، قال الله فبشرناه بغلام حليم وعمره 80 سنة. وإحنا لما نجي نقرأ المعوذات الفلق والناس نجد التعويذ فيها بأي اسم؟ باسم الرب، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. وسورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بالرب، باسم الرب. فأقول للشيخ اسم الرب هو الشائع في القرآن الكريم، وعن يكون هو الاسم الأعظم. فتبسم الشيخ ضاحكا من قولية، قال صحيح، يقول صحيح وأنا أقول كذاك بعد، قال صحيح وأنا أقول كذا بعد. فاسم الرب هذا شائع.